قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا المراركة وقتاش تحبسوا من الخططي تاعكم؟ والله راني نحكي سيريو، وقتاش تحبسوا من جد الخططي تاعكم من الكذب تاعكم؟ يا خاوتي على بالكم هذو المراركة عايشين غير بالفوتوشوب وعايشين بالمونتاج وعايشين غير بالاكاذيب عن طريق الاعلام تاعهم القذر. قبل ايام نشروا فيديو مفبرك لوحد الشيخ، شيخ معروف بزاف يا خاوتي، واللي هو الشيخ الحسيني. ظهر في هذا الفيديو هذا الشيخ وهو زعم يسب الشعب الجزائري. نعم يا خوتي كما راكم تسمعوا، وتلموا صفحة تاعهم الخانزة تقوم بنشر كل ما هو كما نقولوا يقيس الجزائر، قاموا بنشره بشكل كبير بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يدور واش نقولكم يا خوتي، في كل باجة تلقى هذا الفيديو. السيد كان في أمان الله يا خوتي حتى نطقوا هذا الشيخ بعد، وخرج هذا الشيخ وبهدلهم على المباشر وقالهم باللي انتوما راكم تفبركوا، باللي انتوما اني ندمت اللي دافعت عليكم. نعم دافع عليهم في واحد الخطره يا خاوتي، راكم نعت لكم بالدليل وقتاش. المهم يا خاوتي كيما هما راهم يدعموا كيما نقولوا في الاخبار الكاذبه ودعموا هذا الخبر تاع الشيخ الحسيني كيخرج يا خاوتي باللايكات، انتوما ادعموا الفيديو هذا باللايكات، خليوا الفيديو يوصل لكامل الجزائريين باش يعرفوا الحقيقه، باش يعرفوا الحقيقة يا خوتي، لأنه الحقيقة في الوقت اللي رانا فيه راهي قليلة بزاف. إما لا لايكات تاعكم وأيضا التعليقات خلوا لنا رأيكم. الآن يا خوتي نروح مباشرة نشوفوا رد الشيخ الحسيني ورسالة تاعه العاجلة إلى الجزائريين. نعم يا خوتي نشروا على موقع اليوتيوب الخاص به. شوفوا خوتي. السلام عليكم ورحمة الله. انتشر عني مقطع قبل يومين بعنوان الشيخ الحسيني يشتم الشعب الجزائري، وراسلني بعض يسأل هل فعلا يا شيخ أنت شتمت الشعب الجزائري؟ يا أخوة هل يعقل هذا؟ أنا أحيلكم إلى عقولكم، أنا لا أسيء ولا أشتم شخص مسلم أختلف معه، فكيف أشتم شعبا بأكمله؟ وكيف أشتم شعب أحبه وهو الشعب الجزائري؟ أنا بريء. أيها الأخوة هذا المقطع مفبرك تم اقتطاعه من سياقه، والمقطع الكامل سأضع رابطه في الأسفل إن شاء الله. المقطع كان عن كأس العالم يا خوتي. يا في الفيديو هذا ذكنا عدتلكم المقطع الأصلي اللي راهو يتكلم عليه باش تشوفوا الحقيقة بعينيكم. أتكلم ضد الدول الغربية وضد الإعلام الغربي الذي أساء إلى الفرق العربية التي شاركت في كأس العالم، ولا أتكلم إطلاقا عن الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد. أمانة تنشرون هذا المقطع على أوسع نطاق، ولذلك أنا عمدا جعلت هذا المقطع قصير حتى يسهل نشره. دافعوا عن أخيكم ودافعوا عن عرضي. والله يا أخويا يا شيخ الحسيني راك فوق راسنا احنا الجزائريين، وكان على بالنا باللي المقطع مزور ومفبرك من الأول، لأنه المراركة عمرهم لا جابوا الصح، فهمت؟ تسمى ما كلا تعمى راسك خويا من الأخر. فأنا أحب كل الجزائريين وأريد أن كل الجزائريين يحبوني كما أحبهم. أنا لا أتحمل جزائري واحد يسيء في الظن. اتفقنا؟ دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، أحبكم في الله. كما شفتوا يا خوتي هذا المقطع المنتشر الأخير للشيخ الحسيني يوضح من خلاله بلي المقطع الذي تم الترويج له من قبل الإعلام المخزني ومن قبل صفحات اليوتيوب المخزنية هو مقطع مزور يا خوتي، يعني ما عندهمش الصح من الأخر، جابوا كما نقولوا قصوا مقطع فقط من فيديو ما هوش كامل يا خوتي يتحدث عن الجزائر، وجابوه على أساس أنه يتكلم عن الجزائر. وشوفوا يعني المراركة سيد كان يدافع عليهم، دافع عليهم في هذاك المقطع على الدول الغربية، ضد الدول الغربية كي استهزات بهم وكي ضحكت عليهم، لكن كي دافع عليهم راكم تشوفوا واش داروا له، حبوا يربحوا العيب بينه وبين الجزائريين. يا اخي حالة بعد. الان يا خوتي نديكم تشوفوا الحقيقة بعينيكم وتفهموا مليح واش كان يتكلم عليه الشيخ كي قالكم المقطع الاصلي او ماهوش كيما هكذا. شوفوا. والله العظيم
إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا. يا خوتي هذا المقطع المنتشرة منتشر كما هكذا بعد بالحرف، إساءة لكل عربي وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنزلكم مجرد لعبة فضحتكم يا أنزال، اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. يا خوتي يا وهما المراركة الحاجة اللي غارتهم ملقاوش كل يدافع عليهم، إما لو جداروا لجأوا إلى المونتاج، ما كانش ولا عربي واحد تكلم عن القضية تاع البنان، ما كانش يا خوتي ما كانش، إلا هما بعد، إلا هما ما عجبهمش الحال، لأنه كل عرب اتفقوا على كل حال جامي اتفق العرب يا خوتي، لكن اتفقوا على أنكم قرادة تحبوا البنان، هذا ما كان. النبيلة والتي ذكرت بعضها في مقطع سابق، هذا حبنا وهذا موقفنا. هذا خوتي المقطع الثاني هو المقطع الأصلي اللي قصوا منه الفيديو، اللي جابوا منه الفيديو تاع الافتراء على الشيخ من الشعب المغربي. لكن انظروا إلى الغرب كيف تعاملوا مع المنتخب المغربي، مذيع حقير من بلاد الأبقار الدنماركية يظهر في برنامجه الفاشل ليشبه احتفالات لاعبي منتخب المغرب واحتضانهم لأمهاتهم بعد المباريات بفعل القرود. هذا العهر وهذه القذارة يعتبرونها حرية رأي وحرية تعبير. ما عندهمش الحق يا خاتي الدنماركيين، دنمارك يشبههم بالقرود، لأن الجزائريين فقط اللي عندهم الحق يشبهوا المراركة بالقرود. هنا ما نحبوش، ما يعجبناش الحال. يا أيتها الأبقار الدنماركية، أنتم عندما تريدون إنكار الخالق سبحانه وتعالى تحاولون إقناعنا بأن أصول البشر وأجدادهم هم القرود. يا للعار ويا ازدواجية في المعايير والقيم، والله العظيم إن الإساءة للشعب المغربي من طرفكم هو إساءة لنا جميعا، إساءة لكل عربي. كما راكم تشوفوا يا خوتي هنا ودخل في المقطع اللي كنا نشوفوا فيه من قبل، هذا هو المقطع اللي قصوه. عرفتوا الآن الحقيقة وتأكدتوا يا الجزائريين بلي المراركة غير تاع مونتاج، يربحوك غير في المونتاج، لأنه الحقيقة والواقع يختلف تماما عن واش راهم ينشروا ولا واش راهم يهضروا في المواقع تاعهم. خانزين واش حدير والله غالب، هذا هو الذل اللي عندهم، هذا هو الانحطاط اللي عندهم، هذا هو التطبيع اللي عندهم. تسمى ما تتفاجئوا من والو يا خوتي، هذه خدمتهم خدايمهم. وإساءة لكل مسلم، إساءة لي شخصيا. ما أحقركم وما أنزلكم مجرد لعبة فضحتكم يا أنزال، اختصرتم علينا طريقا طويلا من محاولة التحذير من عنصريتكم العفنة. فوالله كما شفتوا يا خوتي هذا الفيديو على بالي راح يبكيكم يا المراركة، لأني راني نكشف في الحقيقة تاعكم، راني نكشف في الحقيقة تاع الخانزين هذو يا خوتي اللي راهم ينشروا كل حاجة تسيء إلى الجزائر. ولكن مادامنا رانا هنا بإذن الله كل خطأ كل كذبة حول الجزائر رانا عقابها ونسيو ونبينوا الحقيقة تاع هذا مكان بالدعم تاعكم فقط، لايكات يا الجزائريين وأيضا التعليقات تاعكم. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة، وتحية الجزائر دائما وأبدا. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.